السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات تانية ثانوي، معكم مستر محمد شعبان، وأنتوا على قناة فرنساوي الثانوي مع مستر محمد شعبان. إن شاء الله النهاردة يا شباب بعدنا مع حل امتحانات الدرس الثالث من الوحدة الثانية، وبعد الامتحانات بتاع الدرس الثالث هنحل امتحان شامل على الوحدة الثانية. أول امتحان عندي يا شباب عبارة عن إيميل، القطاع الأولاني عبارة عن إيميل مبعوث من ماري من ماريان إلى ليه. أوبجي اللي هو الموضوع، شارم دي باريس يعني جمال باريس. سالوما كوبين ليا يعني مرحبا يا صديقتي ليا. جو باس لي دوش لي دو ديرنيير سومين دو جويي ا باريس، يعني انا اقضي الاسبوعين الاخرى بتوع شهر 7 في باريس. ايسي هنا لي زابيتون سون تري سامبا، يعني السكان يكونوا لطيفين جدا. اون ديسكوت نحن نتناقش بوندو ديزير يعني لساعات لمده ساعات. On fait du vélo يعني نمارس ركوب الدراجات. On découvre la ville نكتشف المدينة. Et on fait des sorties ونعمل خروجات لسوار مساء. Aujourd'hui النهاردة il pleut الدنيا بتشتي. Alors ولذلك on va visiter le musée du Louvre، سوف نزور متحف اللوفر. Oui ثم on va acheter des souvenirs dans les boutiques، نحن سوف نشتري هدايا تذكارية من البوتيك. جو فيتو مونتخي، أنا سوف أوريكي لي فوتون أمون روتور أنيس، أوريك الصور في عودتي إلى نيس. أول سؤال بيقول ماريان إي أ باريس بوندون نوع، ماريان تكون في مدينة باريس أثناء فصل إيه؟ أثناء فصل الصيف. ماريان أبيت تسكن في مدينة نيس عشان قالت في عودتها من نيس. باريس في باريس ماريان بتعمل ايه؟ تمارس ركوب الدراجات. ماريان فا مونتري لي فوتو، هتوري الصور لمين؟ الى صديقتها ليا. القطعة الثانية يا باشا بتقول او كور دو فرانسي لو بروفيس، يعني في حصة الفرنساوي. لو بروفيسور ديموند اسيزيليف، المدرس يطلب من التلاميذ بتوعه. كيل جور بريفيري فو، اي يوم تفضلون انتم. ناردين بتقول Je préfère le vendredi. أنا أفضل يوم الجمعة. C'est le week-end. إنه العطلة. Je vais au parc d'attraction. أنا أذهب إلى مدينة الملاهي. Avec ma cousine لمياء. مع بنت عمي لمياء. Nous aimons aller à la maison hantée. نحن نحب الذهاب إلى بيت الرعب. فدوى بتقول Le jeudi يوم الخميس. C'est mon jour préféré. إنه يوم العطلة. إنه يومي المفضل. Le soir. مساء. Je vais au cinéma. Avec mes amis. أنا أذهب إلى السينما مع صديقاتي. كريم بيقول moi أنا j'aime le lundi، أنا أحب أي يوم الاثنين. car لأن nous avons deux cours de maths، لأن إحنا عندنا حصتين رياضيات. أول سؤال بيقول ces personnes sont noires، هؤلاء الأشخاص يكونوا داخل إيه؟ طبعا مدرس ويصل للتلاميذ يبقى داخل الفصل، يبقى in class أول واحد. كريم بريفير، كريم بيفضل لوجودي يوم. بعد كده يا باشا السؤال رقم 7، السؤال رقم 7 بيقول الويكوند ناردين فا، يوم العطلة ناردين بتروح فين؟ بتروح وبارك داتراكسيو يعني إلى مدينة الملاهي. لو جودي سوار يعني الخميس بالليل، فدوى بتعمل إيه؟ ريجارد أن فيلم أو سينما، تشاهد فيلم في السينما. بعد كده المواقف، أول سؤال في المواقف بيقول تون أمي تو دوموند، يعني صديقك بيسألك تون أتراكسيو بريفري، لعبة الملاهي اللعبة الترفيهية المفضلة ليك. كيسكيل دي ماذا هو يقول؟ هيقول ايه؟ هو اللي هيسأل وهو اللي هيقول، بيسأل عن اللعبة المفضلة، هتبقى أول واحدة. كيل جو تو ام او بارك داتراكسيون، أي لعبة أنت تحب في مدينة الملاهي. إيه تاني؟ كيسك تو ام او بارك داتراكسيون، ماذا أنت تحب في مدينة الملاهي. سؤال رقم 10 تو ناميت دو موند، صديقك بيسألك تيز أكتيفيتي أنشطتك بوندون لي فاكانس، أثناء الأجازة. كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ بتعمل ايه في الاجازه؟ هتقول جوناج على لابيسين، انا اعوم في البسين حمام السباحه. وجو فواياج على ترانجي، وانا اسافر الى الخارج. رقم 11 توناميت دو موند، صديقك بيسالك كوند يعني متى؟ لو بارك داتراكسيو اي اوفير، متى مدينه الملاهي بتكون مفتوحه. انا اخد ايه يا شباب؟ دو نيفير ا فانتير، يعني من الساعة 9 إلى الساعة 20، 20 طبعا اللي هي الساعة 8. و إلي أوفير تو لا سومين، مفتوح كل الأسبوع.
طول الاسبوع مفتوح. طيب نيجي بعد كده لاسئله القواعد يا شباب. اول سؤال في القواعد بيقول نو تو فيان، انت تاتي. هقول له ايه؟ دو، من اين انت تاتي؟ الناج دون لو لاك، هو يعوم داخل البحيره. تانيا فيان نوت بارك، بارك مذكر مع فيرب فينير تاخد دو. دوما يعني غدا، يعني زمن مستقبل، بيتكون من اللي زائد ايه؟ المصدر. فين المصدر؟ اخر واحد. جو نيم با، انا لا احب شوف سوري، كلمه شوف سوري جامع هنا فتاخد ليه. الي فو، تذهبون انتم. شوف انا ترجمت غلط ازاي، استعجلت. بعد اللي في النقط هنا عايزك تاخد ايه؟ تصريف فعل، بس هو هنا مقدم الفعل على الفعل، يعني جايب ده هنا وده هنا، مقدم ده على ده يعني. تمام. طيب يعني الجمله كان اصلها فوزا لينوات. طيب فوزا لينوات يعني المستقبل، بقى جايب لك في الاختيارات تصريفات فعل، يبقى تختار مصدر. يبقى الي فو فينير يعني انتم سوف تاتون الى الحفله، معناها كده. طيب يا شباب بعد كده سؤال المقالي. سؤال المقالي اول حاجه طبعا فيه بتبقى الايميل. الايميل اللي قدامي بيقول كنت فا او باخ تاكسيون، متى انت تذهب الى مدينه الملاهي؟ كل التاكسيون تبغي في اي اي لعبه ترفيهيه انت تفضل. هقول جو، انا في اذهب او بارك تاكسيون، انا اذهب الى مدينه الملاهي يوم العطله اللي هو ايه؟ لو ويك اند. بس حلو قوي كده، جاوبت على اول سؤال. ثاني سؤال، اي لعبه انت تفضل؟ هقول جو بريفير، انا افضل لا ميزون اونتي، بيت الرعب. بس يا شباب اخر سؤال عندي بيقول لك اخري سيغ لي تي بروجي لو فوندردي بروشان، اكتب حول مشاريعك في يوم الجمعه القادمه، الاماكن والانشطه اللي انت هتعملها والاماكن اللي انت هتروح. تمام يا شباب، هتقول مثلا انا اذهب الى النادي عشان العب رياضه، انا اذهب الى البسين عشان اعوم، انا اذهب الى السينما عشان اتفرج على فيلم، انا اذهب الى المطعم عشان اتغدى. جمل سهله كده وبسيطه زي اللي كانت موجوده في الفيديو اللي فات. نيجي بعد كده على الامتحان بتوع طلبه الازهر، بتاع طلبه الازهر. اول حاجه في الامتحان ده يا شباب الوثيقه طبعا بتقول كيل بروجي فوزالي فير اون فاكانس ديتي، اي مشاريع انت سوف تفعل في الاجازه بتاعه الصيف القادمه. نوره بتقول جو في فيزيتي باريس، انا سوف ازور باريس، شي زينيال، انه رائع. دوفوار لو لوفر، للوفر الى توريفيل، يعني من الرائع ان انت رؤيه متحف اللوفر وبرج ايفل. رنا بتقول جو فيز علي، انا سوف اذهب على بيبليتيك، الى المكتبه دو كارتيه افيك ما فوازين منى، انا سوف اذهب الى مكتبه القراءه مع جارتي منى. ونيم اوسي فير ان برومناد، نحن نحب ايضا نعمل نزهه في المنتزه، شاك فيوندردي يعني كل جمعه. بعد كده فاهي بتقول جو في ايدي مون بير دون نوتر ميجز موجازا، يعني انا سوف اساعد ابي في المحل بتاعه، جادور سا، انا بعشق ذلك. اول سؤال بيقول سيزادو بارلدو، هؤلاء المراهقين بيتكلموا عن ايه؟ لير اكتيفيتي، يعني الانشطه بتاعتهم. رقم اثنين لو بير دو هاني، ابو هاني ايه؟ ابو هاني يكون فوندير يعني بياع. رقم ثلاثه ترافاي اون فاكانس، مين اللي بيشتغل في الاجازه؟ هو هاني، اشتغل مع والده. طيب مي فري او فو، صح او غلط؟ لي فواياج، لي فواياج يعني السفر، السفر او الرحلات. سي لا باسيو دو نورا، انه هوايه نورا. فري منى الا سير دو رنا، منى لتكون اخت رنا. فو رنا ايم لا لكتير، بتحب القراءه. فري المواقف، اول موقف بيقول تونكو باسان فور مسير، يعني صديقك بيستعلم عن تي بروجي اون فاكانس، مشاريعك في الاجازه. ال دي هو هيقول كيسكو تو فا فير لي فاكانس بروشين، ماذا انت سوف تفعل الاجازه القادمه. رقم اثنين تو بارلي دي تي بروجي بور فوندردي، انت تتكلم عن مشاريعك ليوم الجمعه، ماذا انت تقول؟ هتقول جو في مو بروموني او بارك، انا سوف اتنزه في المنتزه. رقم ثلاثه انا مي تكسبليك، يعني صديق بيشرح لك. بوركوا، لماذا؟ النيمبا بروندر لافيون، هو لا يحب ان يركب الطائره. ال دي هو هيقول سا مي في بير، هذا بيخوفني، بخاف منها يعني. طيب بعد كده السؤال رقم اربعه بيقول
تونكو بقى يعني صديقك تو دو موند بيسألك بوركوا تو فا او بارك داتراكسيون، لماذا انت تذهب الى مدينه الملاهي؟ هتروح مدينه الملاهي ليه؟ بور بروندر لوتراندمين عشان اركب قطار الظلام. بعد كده القواعد، اول سؤال في القواعد بيقول لك ساره ايه لارا؟ ساره ولارا دول اتنين يعني بيساوي الضمير الافيك اس، صرف مع الافيك اس تبقى فين. تو فيان توبوغو، توبوغو مذكر فتاخد دو. دوما غدا، جونوات بروندر لوتران بوراكسندري، انا ايه بروندر اركب. طيب دوما يعني غدا بيتكون من المستقبل، بيتكون من الي زائد المصدر، فناقص لي هنا الي، الي مع الجو بيبقى جوفي. اونيم فير سيرف، فيرب فير مع السيرف هياخد دو لانها مذكر. فوفيني دو برضو يعني من اين انتم تاتون. نيجي بعد كده لسؤال المقالي، سؤال المقالي اول سؤال فيه اللي هو سؤال الايميل. او تو فاباسي لي فاكونس، اين انت سوف تقضي الاجازه؟ كيسك تو فافير، ماذا انت سوف تفعل؟ هقول طبعا هنا السؤال في المستقبل، يبقى لازم هجاوب في المستقبل يا شباب. هقول جو في باسي، انا سوف اقضي الاجازه لي فاكونس مثلا ا الكسندري في الاسكندريه، ماذا انت سوف تفعل؟ هقول جوفي، انا سوف جوفي ناجي، انا سوف اعوم. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك تو فالي او بارك داتراكسيو، انت سوف تذهب الى مدينه الملاهي افيك تيزامي مع اصدقائك. راكونت سو كو فوزالي فير لا، احكي ماذا سوف تفعل هناك. اكتب ثلاث جمل، باتو بيرات ومونتي يعني مركب القراصنه ويصعد. طيب ممكن دوت اللي كان في الدرس اللي هو شرح الدرس، لو رجعت ورا شويه في شرح الدرس هتلاقي اجابه السؤال ده بتاع اللي هو الانشطه بتاعتك في مدينه الملاهي، هتلاقوه موجود في شرح الدرس نفسه. الموضوع اللي بعده اللي هو اكتب حول مشاريعك اثناء الاجازه، اكتب ثلاث جمل. اجابه الموضوع ده يا شباب هو الوثيقه الاولانيه اللي في الامتحان ده، هو اللي موجوده في الوثيقه الاولانيه. طبعا فواجي يعني يسافر، امي يعني اصدقاء. طيب نيجي بعد كده ليه الامتحان بقى اللي على الوحدة بحلها يا شباب، امتحان اكزاما انيتي دو يعني امتحان الوحدة الثانية. اول حاجة في الامتحان طبعا الوثيقة بتقول او من فاطمة الى صوفي، الموضوع الاجازات فاكونس، بندولي فاكونس دي مي اني، اثناء الاجازة بتاعت نص السنة جو في فواياجي اوكير افيك ميكوبين، انا سوف اسافر الى القاهرة مع صديقاتي بتوع الفصل نهلة وسهى وسارة. الفافير دو، الجو سوف يكون جميل اون جانفيه في شهر يناير في القاهره. اون فا الي او بارك داتراكسيون، نحن سوف نذهب الى مدينه الملاهي. مو جيم لو توبوجو، انا بحب التوبوجو اللي هي اللي هي الزحليقه. نهله اي سوها ادور لو باتو بيرات، نهله وسوها بيعشقوا مركب القراصنه. ساره بريفير لو تراند مين، ساره بتفضل قطار الظلام. اون فا اونتري دون لا ميزون اونتي، نحن سوف ندخل بيت الرعب. اليا دي شوسوري، يوجد خفافيش. سي سوبر يعني هذا رائع. جو في اشتي دي فوتو سوفينير، انا سوف اشتري هدايا صور تذكاريه. بوغ ما سير بسمه، لاختي بسمه. اول سؤال بيقول دون سو دي كومون فاطمه نوع، في هذه الوثيقه فاطمه بتعمل ايه؟ انونس سي بروجي، بتعلن عن مشاريعها. لكوبين فونت علي اوكير، هيذهبوا الى القاهره. اونيفي يعني في فصل الشتاء. فاطمه ايم لو توبوجو، بتحب التوبوجو. رقم اربعه ايم بكو لو باتو بيرات، مين اللي بيحب الباتو بيرات؟ نهله وسهى. القطعه الثانيه عنوانها لو كليما ا مونتريال، الطقس في مدينه مونتريال. لسيزون فاري بكو ا مونتريال، يعني الفصول تتنوع كثيرا في مدينة مونتريال. إن فيل دو كندا، مدينة في كندا. أونتي في الصيف. أونجوا في شهر 6. الفيشو، الجو حار مي، لكن أونجويي في شهر 7. إي أون أوت في شهر 8. الفيت خيشو، الجو يكون حر جدا. طيب أون أوتومن في الخريف. أون سبتمبر لي جورني سون شود، النهار بيكون حر مي، لكن لنوي سون دوس، الليالي بتكون لطيفة. اون نوفمبر، في نوفمبر الكومونس اني جي، يعني الدنيا بتبدا في المطر. اونيفي في الشتاء، في الشتاء. اون ديسمبر في شهر ديسمبر. جونفي وفبراير، في شهر ديسمبر ويناير وفبراير. الفي في خوا، الجو برد. سي لا سيزون دو سكي، انه فصل التزلج على الجليد.
او برانتون في الربيع، اون مارس في شهر مارس، اون افريل في شهر ابريل، الفيدو الجو جميل، اون مي في شهر مايو اللي هو شهر 5، ان بو دي شون لو ماتان يعني بيبقى قليل من الحر صباح. اول سؤال بيقول سو دي كومون بارلي دو كليما دون نوار، هذه الوثيقه بتتحدث عن الطقس في ايه داخل ايه ان فيل مدينه مونتريال في مدينة مونتريال الفي نوت الجو بيكون تخيشون اون جوية في شهر 7. مونتريال اون بو فير دو سكي نحن نستطيع ان نمارس السكي اون جونفيي في شهر يناير. اون سبتمبر لنوي سون الليالي تكون دوس لطيفة. القطعة اللي بعد كده يا باشا او المواقف بقى اللي بعد كده تونكوباتو دوموند بوركوا يعني صديقك بيسألك لماذا، كلمة بوركوا يعني لماذا، تؤالا تتكي توخن يعني لماذا انت راسك بتلف، سكسكتو دي ماذا انت تقول، هتقول جوفيان دو مونتانيريس انا جاي من قطار الموت. رقم 10 تونكوباتو دو مون صديقك بيسالك كيلتوم الفي اوجوردي ما حاله الطقس النهارده، كسكتو دي ماذا انت تقول، هتقول حاله الطقس بيتكلم عن حاله الطقس، لو سييل اكلير تمام ولو سولي بريل والشمس ساطعة، السماء صافية والشمس ساطعة. طيب احنا فوق خدنا واحدة بس لسه التانية. جو شيرش ان دي ادريس انا ابحث عن عنوان، مي لكن جو مبغي انا تايه. ايه تاني يا ولاد؟ رقم 11 تو دو موند اتون كامراد انت بتسأل صديقك او يعني اين السوبرمان، اين هو يتنزه، جيفو اوزون، وانا اذهب الى حديقه الحيوان، و اوبور دو لارفيير على شاطئ النهر. نيجي بعد كده ليه سؤال القواعد. سؤال القواعد بيقول ايه يا باشا؟ اول سؤال في القواعد بيقول نوزالو مير نحن نذهب البحر، البحر ده ايه؟ مذكر مؤنث يبقى ياخد الا. نوت تو ابيت انت تسكن، او اين انت تسكن. الفيان نوت فرانس، فرنسا دي دوله مؤنث مع فيرب فينير ياخد دو. طبعا مفيش دولة خالص مع فيرب فينير مع الدول والقارات والمدن والجزر والحاجات دي. فو فيني دو ستاد انتوا جايين من الاستاد. اونيفي في الشتاء ان يابا دو سولي لا يوجد شمس. رقم 17 اون ضمير اون ده بيساوي الضمير ال. طيب اون بيساوي ال، طب فين تصريف ال مع في الاختيارات؟ فا اون فا. نيجي بعد كده لسؤال المقالي. اول سؤال في المقالي يا باشا بيقول كيلتون في تيل اونيجيبت يعني ما حاله الطقس في مصر اون جانفي في يناير، كليو توريستيك اون بو فيزيتي اي مدن سياحيه او اي اماكن سياحيه نحن نستطيع ان نزور. ال في خوا الجو بارد، اي اماكن سياحيه نحن نستطيع ان نزور، هنقول اون نحن بو نستطيع فيزيتي نزور لبيراميد الاهرامات وبس كده خلاص. بعد كده بيقول لك اكتب مشاريعك في الويك اند وعملناه قبل كده في الفيديو اللي فات. بكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، حلينا امتحانين على الدرس الثالث وحلينا امتحان شامل على الوحده الثانيه، وبكده الحمد لله نكون خلصنا المنهج وخلصنا التمارين اللي عليه. ان شاء الله ابتداء من الفيديو القادم هنبدأ نحل امتحانات شاملة على المنهج بالكامل. بفكركم يا شباب لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة عشان ينزل لك ان شاء الله الفيديوهات اللي بعد كده، ولايك للفيديو عشان ننتشر بين اصدقائك وعشان نستمر معكم ان شاء الله، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.